دلوقتي بتكلم مع كابتن علي خليل، مستمتع بالحوار معاه هنا من ارض التاريخ، ارض الاهرامات. كابتن علي، عايز ارجع بقى لفتره نادي الزمالك وتالقك مع الفريق الاول. خدت كام بطوله مع نادي الزمالك؟ انا طبعا خدنا الدوري العام مره واحده، وخدنا كاس مصر ثلاث مرات. ثلاث مرات. مشوار بطوله الدوري يعني في السنه دي، احكي لنا اصعب الماتشات، افضل الاهداف ليك، خاصه ان كابتن علي خليل ما شاء الله اخدت هداف الدوري مرتين. هو طبعا انا عملت في طفره وانجاز ان في ثلاث مباريات سجلت 12 جول ما شاء الله. جبت السوبر هاتريك ثلاث مرات، منهم ماتشين ورا بعض. يعني في اسبوعين سجلت 4 و4. ده كان مباراه ايه دي؟ كان في مباراه مع النادي الاولمبي. ايوه. كسبنا 5-1 وانا احرزت 4 اهداف وبصيت الجون الخامس. وكان في ماتش مع المنيا. نادي المنيا، سجلت برضه 4. كان تقريبا ماتش مع نادي دمياط تقريبا. سجلت 4 اهداف، او الاتحاد الاسكندري مش متذكر بالظبط. وخدت هداف الدوري طبعا مرتين وهداف الكاس، ولكن في سنه كانت هي افضل سنه ليا، ان انا قعدت نص سيزون ما العبش ولا مباراه، اللي هي كان فيها ماتش الاسماعيلي واول مباراه في بس كانت ظروف الاصابه وقتها. ما كنت مصاب، واخر واول مباراه العبها كان اخر مباراه في السيزون الاولاني. لعبت بقى السيزون الثاني، سجلت كل المباريات بما فيهم اهلي وزمالك، وخدت فيها هداف الدوري والكاس، وخدت فيها احسن لاعب في مركزي، وخدت فيها احسن اخلاق. دي كان بالنسبه لي يعني، لكن الشيء اللي زعلني لما خدت هداف الدوري والكاس، طلعوا لي مكافاه كهداف دوري وكاس. لكن للاسف المكافاه دي ما طلعتش من النادي نفسه. طلعت من واحد محب لنادي الزمالك. هو اتبرع ان انا المكافاه دي، هو حط لي المكافاه دي من عنده. فكنت انا اتمنى يكون المكافاه من النادي اللي انا لعبت له واللي سجلت له. كابتن علي خليل، انت قلت لي اول مكافاه خدتها من نادي الزمالك كانت 5 جنيه وانت صغير، ده بدل انتقال. بدل انتقال. لما خدت بقى بطوله الدوري وقتها ما شاء الله، وانت انا اول حاجه خدنا كاس مصر. كل واحد اخذ 150 جنيه ده في السبعينات. ما خدنا في حوالي سنه 75. وبعد كده طبعا الكابتن حلمي. لا انا مش عايز اعدي، بس 150 جنيه في الوقت ده مكافاه كبيره. كابتن علي خليل، عملت بيهم ايه؟ ما اقول لك بقى اللي حصل. طبعا اللعيبه كانوا ايه، بياخدوا سلف من النادي. فجيت الكابتن حلمي قال لك كل واحد واخد سلفه سدد بتخصم من 150 جنيه. فكل اللعيبه اعترضوا، قال لك لا احنا ما يخصموش مننا اي حاجه. قلت لهم انا هقبض اول واحد. انا موافق، خصم مني السلفه. فبعد كده الكابتن حلمي الناس اللي ما قبضتش عمل عليها عقاب تاني، خصم منها تاني. خد بالك، فانا الوحيد اللي ربنا كرمني وخدت الفلوس يعني. خصم بس السلفه بس. في الماتشات يا كابتن علي، مين المدافع اللي انت كنت وانت نايم كده تاني يوم المباراه انا عامل له 1000 حساب؟ والله انا ما يعني انا كنت ما بعملش حساب كلاعب. لكن كنت بعمل حساب ان هو ممكن يضربني، ممكن يجيب لي اصابه. فطبعا الكابتن بوب الله يرحمه، يعني رغم لعبه الناشف بس كان طيب ودمه خفيف. ما هو طيب، لكن في اللعب ما بيعرفش ابوه يعني. بيخش مره نط ضربني ضربه يعني، خلى انكر رجلي في خلال ثواني بقى قد كده. فطبعا هو عنيف، لكن العنف ده كان بيسهل ان انا اجيب اجوان كتير. ان انا كنت بحاول ابعد عنه واعدي منه من بعيد. برضه كان في كابتن علاء مرسي بتاع نادي بورسعيد. برضه كان عنيف في لعبه قوي. بس برضه زي نفس الكابتن بوب، طيب جدا. خد بالك، فكنت اقعد اتكلم معاه اثناء المباراه. واقعد اقول له شوف الجمهور وشوف مش عارف فين فاروق جعفر يحط له كوره وراح اجيب جون وانا راجع اسلم عليه. يا بتنيمه في المباراه. لازم. وبعد كده تخطف الجون بره التركيز يعني. خلي تركيزه يقل. فدي كنت بستخدم الاسلوب ده مع مدافعين كتير قوي.